في مثل هذا اليوم من سنة 164 هجريا عاد جيش المسلمين إلى قرطبة ظافرا بعد انتصاره على جيش شارلمان. قاد جيش المسلمين صقر قريش عبد الرحمن الداخل الأمير الأموي الذي أقام دولة الأندلس الإسلامية، وكان قد انتهى إلى علمه أن شارلمان يعد رجاله للقتال بنية القضاء على الخلافة الإسلامية. استعد الفرنجة وعبر بهم شارلمان الجبال ليباغت المسلمين، لكنه عورة الطريق وخطورة الجبال أوقعت المئات من رجاله. وعند منعطف ظاهر قرطبة التقى بجيش المسلمين الذين أجبروهم على الرجوع من حيث أتوا. في الثامن من شهر رمضان سنة 212 للهجرة نزل المسلمون على شواطئ جزيرة صقلية واستولوا عليها لينشروا الإسلام في ربوعها. وترجع صلة العرب بصقلية إلى عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، فقد أرسل إليها معاوية بن خديج الكندي، فكان أول عربي غزاها، ثم لم تزل تغزى حتى فتحها الأغالبة. وفي عهد زياد بن الأغلب تجهز جيش لغزو الجزيرة القريبة من سواحل تونس بعد تضعضع القوة البحرية البيزنطية في البحر الأبيض المتوسط. في مثل هذا اليوم من سنة 273 للهجرة دفن الإمام الحافظ والمحدث ابن ماجة، وقد توفي عن 64 عاما. وابن ماجة هو مصنف السنن والتاريخ والتفسير، وقد قال فيه الحافظ الذهبي في وصفه: كان ابن ماجة حافظا ناقدا صادقا وواسع العلم. توجه الإمام ابن ماجة ككثير من أئمة الحديث في ذلك العصر إلى مجالس العلم في سن مبكرة، حتى أحس بضرورة الرحيل لتحصيل العلم، فهاجر إلى العديد من البلاد كالشام والكوفة ودمشق والحجاز ومصر وغيرها من الأمصار، متعرفا ومتطلعا على العديد من مدارس الحديث النبوي الشريف، فأتاحت له الفرصة أن يلتقي بعدد من الشيوخ في كل قطر وفي كل بلاد ارتحل إليها. من أهم تآليفه كتاب السنن. في مثل هذا اليوم من سنة 479 للهجرة انتصر يوسف بن تشفين قائد جيوش المرابطين على الفرنجة بقيادة ألفونس السادس في معركة الزلاقة. وقد هاجم ألفونس المسلمين ووجدهم مستعدين وقاوموا مقاومة عنيفة، واستمرت المعركة حتى العصر ما بين المجموعة الأولى وقوات ألفونس كلها، فما كان من ابن تشفين إلا أن أرسل جنوده على دفعات إلى أرض المعركة، مما أدى لتحسين موقف المسلمين. ثم عمد ابن تشفين على اختراق معسكر النصارى ليقضي على حراسه ويشعل النار فيه، الأمر الذي أدى إلى تفرق جيوش ألفونسو بين مدافع عن المعسكر ومحارب للقوات الإسلامية. ورجع يوسف بن تشفين إلى بلاد المغرب بعد انتهاء القتال، فقد أدى ما عليه وهزم صليبيي الأندلس هزيمة ساحقة أوقفت زحفهم وأخرت سيطرتهم على الأندلس لمدة تزيد عن قرنين ونصف. في اليوم الثامن من شهر رمضان سنة 891 هجريا انهزم العثمانيون أمام مماليك السلطان قايتباي، ففي مثل هذا اليوم دارت معركة برية بين المماليك والعثمانيين هلك فيها الكثير من جنود الطرفين،
وكانت النصرة فيها للمماليك، فقد أسروا عددا كبيرا من جند الأتراك وغنموا مدافعهم وأسلحتهم. ثم زحف المماليك داخل تركيا وحاصروا مدينة أضنة جنوب وسط تركيا واحتلوها.